تبادل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف مع أخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزارات وأولياء العهود. عبر فيها سموه عن صادق تهانيه بهذه المناسبة العطرة وتمنياته لهم بدوام الصحة والسعادة ولبلدانهم وشعوبهم الشقيقة اطراد التقدم والتطور، داعيا الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.